اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. وقال أيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم منها ما هو واجب على الأعيان، يعني على كل شخص بعينه، ومنها ما هو واجب على الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ولذلك قال كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أما بعد فتفقه في السنة وتفقه في العربية وأعرب القرآن فإنه عربي. وقال عمر أيضا: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. قال: وهذا الذي أمر به، قال شيخ الإسلام، وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة، لأن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله.